بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية، ومن على هذا الموقع، موقع سيونس اي في، كما نقول العلوم والحياة، نرى هذا المقال. إذن عندنا سبيسيكس، نتكلم عن شركة متخصصة في الفضاء، لا فيزي ستارشيب سيكراز دو نوفو. إذن نتكلم عن صاروخ يسمى ستارشيب سيكراز دو نوفو، أنه يتحطم من جديد. في آخر السنة الماضية 2020 تمت هذه التجربة على الصاروخ وتحطم عند عودته. التجربة التي نتحدث عنها هنا هي تجربة طموحة جدا، تتعلق بإرسال صواريخ إلى الفضاء ثم عودة هذه الصواريخ ثم تنزل على الأرض واقفة. التجربة تسير في هذا الاتجاه، بحيث أنه يتم إرسال صواريخ ثم تعود إلى الأرض سالمة. إذن هنا طبعا تتم تجربة طبعا للاستثمار في هذا الاتجاه. طبعا تمت التجربة مرة أخرى وتحطم الصاروخ أيضا، سنرى لماذا. إذن عندنا هنا لفيزي بروتوتيب SNF، طبعا بروتوتيب المقصود بها النموذج، لفيزي بروتوتيب. إذن نتكلم عن صاروخ نموذج، هذا الصاروخ هو فقط تجربة، وإذا نجح فأكيد أنه سيكون نموذج لصواريخ أخرى ستأتي بعده. طبعا الصاروخ الذي تحطم قبله سمي عندئذ SN8، يعني SN8 ديلون ماسك. هذا الشخص طبعا معروف منذ صغره باختراعاته، ثم أنه في الآونة الأخيرة خاصة في ظل حكم ترامب تضاعفت ثروة هذا الرجل بشكل كبير. يقال بأنه أصبح يحتل الرتبة الثانية من حيث الثروة. لفيزي بروتوتيب SNF ديلون ماسك سيت اكرازي على تيريساج سو ماردي après un vol d'essai de 6 minutes. La fusée prototype SN9 d'Elon Musk s'est écrasée à l'atterrissage ce mardi après un vol d'essai de 6 minutes. Après un vol d'essai de 6 minutes. Malgré le crash, SpaceX se félicite des données collectées lors du deuxième essai de Starship. SpaceX se félicite des données collectées lors du deuxième essai de Starship. La fusée prototype SN9 d'Elon Musk s'est écrasée à l'atterrissage ce mardi après un vol d'essai de 6 minutes. Malgré le crash, SpaceX se félicite des données collectées lors du 12e essai de Starship. La fusée prototype SN9 d'Elon Musk s'est écrasée. S'est écrasée, يعني أنه تحطم. À l'atterrissage. طبعا l'atterrissage المقصود به هو النزول على الأرض. إذن نتكلم هنا عن la Terre. إذن l'atterrissage المقصود به النزول على الأرض. طبعا نتكلم أيضا عن la Lune، يعني القمر، لا لونيساج المقصود به النزول على القمر. إذن عندنا هنا لا فيزي بروتوتيب SN9 ديلون ماسك سيت اكرازي على تيريساج سو ماردي. الصاروخ النموذجي المسمى ب SN9 طبعا الذي يعود لإيلون ماسك طبعا صاحب الشركة سيت اكرازي على تيريساج، تحطم عند النزول على الأرض سو ماردي يوم الثلاثاء ابخي ان فول ديسي دو 6 مينوت، يعني بعد طيران تجربة لست دقائق. المقصود أنه طار في الفضاء ست دقائق ثم تم التحكم فيه ليعود إلى نفس المنصة، لكنه تحطم، سنعرف لماذا. مالغري لو كراش، رغم هذا الحادث، سبيس إكس سوفيليسيت دي دوني كوليكتي لوغ دي دوزيام إيسي دو ستارشيب. شركة سبيس إكس سوفيليسيت، كما نقول أن تهنئ نفسها، دي دوني كوليكتي، تهنئ نفسها للمعلومات المجموعة. طبعا نتكلم عن لوفير كوليكتي، يعني انك تجمع شيئا. هنا نتكلم عن لي دوني، نقول عنها بانها كوليكتي. سبيس اكس سو فيليسي دي دوني كوليكتي لور دي 12 اسي دو ستارشيب لا فيزيك كي دو انفوي دي زوما سور مارس. الصاروخ الذي يتوجب ان يرسل اشخاصا الى المريخ. ابري بليزيور ريبور لا سيمين ديرنيير، يعني بعد عدة تأجيلات. نتحدث أحيانا عن لوفير غوبورتي، يعني أنك تؤجل عملا إلى وقت لاحق. إذن أبخي بلوزيو غوبور لا سومين ديرنيير، إذن بعد عدة تأجيلات الأسبوع الماضي لو ديكولاج دو لا فيزي ستارشيب. أبخي بلوزيو غوبور لا سومين ديرنيير لو ديكولاج دو لا فيزي ستارشيب. Le décollage de la fusée Starship a enfin eu lieu
ce mardi à 14h depuis le Texas, heure locale. بعد عدة تأجيلات الأسبوع الماضي, le décollage. Le décollage, يعني الإقلاع. وهذه الكلمة أيضا تعني العكس ديال الإلصاق. Décoller, المقصود بها أقلع. وممكن أن تعني عكس كولي. كولي أنك تلصق شيئا. Décoller, أنك تزيل هذا اللصاق. عند إقلاع طائرة طبعا أنها تفترق على الأرض. إذا نتكلم أيضا عن لو ديكولاج. كما نتكلم عن الافتراق. لو ديكولاج دو لا فيزي ستارشيب أ أونفا إليو, إقلاع الصاروخ ستارشيب أ أونفا, يعني أنه في الأخير وأخيرا. أ أونفا إليو, إليو أنه كان له مكان, المقصود أنه تم بمعنى آخر. كان له مكان المقصود أنه تم. نقول عن شيء بأنه عنده مكان, المقصود أنه موجود. طبعا هذا الإقلاع أنه كان موجودا بمعنى آخر أنه تم. إذن لو ديكولاج دو لا فيزي ستارشيب, لو ديكولاج دو لا فيزي ستارشيب أ أونفا إليو سو ماردي أ 14 دوبوي لو تكساس, يعني أنه كان له مكان مقصود أنه تم سو ماردي يوم الثلاثاء أ 14 مع الثانية زوالا مع الثانية بعد الظهر دوبوي لو تكساس من ولاية تكساس أور لوكال. نتكلم عن الثانية زوالا أور لوكال, إذا نتكلم عن التوقيت المحلي الخاص بمنطقة تكساس. لونجيه دوفي سانفولي أ أنفيرون 10 كيلومتر دالتيتود, لونجيه دوفي سانفولي أ أنفيرون 10 كيلومتر دالتيتود. لونجيه إذا نتكلم عن الآلة بمعنى آخر نتكلم عن الصاروخ. دوفي يتوجب عليه سانفولي أ أنفيرون, سانفولي أ أنفيرون 10 كيلومتر دالتيتود. L'engin devait s'envoler à environ 10 km d'altitude. Et donc, l'ala est wajab an tatira s'envoler, an tatir, à environ, ila nahou, ila taqriban, à environ, ila hawalay, 10 km d'altitude. 10 km ulouan. 10 km min al-ulou. Et donc, saruh taba'an alayhi an yatir, taqriban, ila 10 km fil-fada. Et donc, nous parlons de l'ulouan. Avant de se poser verticalement sur le sol, avant de se poser, قبل أن يوضع, قبل أن يوضع, كما نقول هنا قبل أن يضع نفسه. طبعا نتكلم على الverb poser, أنك تضع شيئا. نقول مثلا poser le stylo, poser le stylo, ضعوا الأقلام. أو مثلا je pose le stylo, أنا أضع القلم. وأيضا هناك الverb se poser, يعني أن شيئا ما يضع نفسه, كما عندنا هنا, يعني أن الصاروخ سيضع نفسه. Avant de s'opposer, قبل أن يضع نفسه, verticalement, بشكل عمودي, sur le sol, على الأرض, sur le sol, على الأرض, كما نقول على التراب, afin d'être réutilisé, من أجل أن يكون مستعملا مجددا, من أجل أن يستعمل مجددا, بمعنى آخر, من أجل أن يستعمل مجددا. إذن طبعا هذا هو الهدف من التجربة, أن يعود الصاروخ سالما, ويتم تجنب تلك النفقات التي طبعا تنفق في كل رحلة ينشأ صاروخ جديد. يريدون صناعة هيكل واحد يتم تزويده فقط بالوقود, ثم يتم إرساله إلى حيث ما شاءوا, إلى أي مكان أرادوا. طبعا تم إرسال الصاروخ تقريبا 10 كيلومترات في الفضاء, ثم تم التحكم فيه ليعود إلى نفس المكان كما قلنا, لكنه تحطم. مي ابخي 6 مينوت دو فول, لكن بعد 6 دقائق من الطيران اس ان اف سيتيك خازي, اس ان اف سيتيك خازي, اذا اس ان 9 انه تحطم, اس ان اف سيتيك خازي او سول, يعني ان اس ان اف انه تحطم عند الارض, عند وصوله الى الارض, عندما التقى بالارض. لور دو لا مانوفر كونسيستون ا رودريسي لا فيزي دو مانيير فيرتيكال avant de se poser. L'un des moteurs ne s'est pas allumé, faisant atterrir SN9 à trop grande vitesse lors de la manœuvre. طبعا manœuvre كما تنشوفوا هذا الفعل, طبعا نتكلم احيانا على verb manœuvrer. Lors de la manœuvre كما تنشوفوا هذه الكلمه تتضمن كلمه ما, تتضمن كلمه ما, تقوم بتحريك شيء عن طريق اليد, كانك تغير وضعيه شيء عن طريق اليد. طبعا هنا يتم التحكم في الصاروخ عن بعد, لكن طبعا يتم التحكم فيه عن طريق آلات لابد من التحكم فيها باليد. لور دو لا مانوفر كونسيستون ا رودريسي لا فيزي دو مانيير فيرتيكال,
إذن كيف تحطم هذا الصاروخ؟ لورد لا ماناذر، أثناء تغيير وضعية، كما نقول أنك تقوم بحركة يدوية على الصاروخ، كأنك تغير وضعية الصاروخ باليد. لورد لا ماناذر، أثناء تغيير وضعية الصاروخ. عندنا هنا لورد لا ماناذر، أثناء تغيير الوضعية، كما نقول consistant à redresser la fusée. Consistant. Consistant. طبعا نتكلم على الverbe consister. Consistant. ترتكز على. طبعا الverbe consister ممكن أنه يعني comprendre. Comprendre مثلا تضمن. Lors de la manœuvre. أثناء عملية consistant. يعني أنها ترتكز على à redresser la fusée. في إقامة الصاروخ. طبعا redresser يعني أنك تتقاد شي حاجة. يعني أنك تقاد شي حاجة. هذه العملية ترتكز على إعادة تقويم الصاروخ، يعني أنك تجعله مستقيما. consistant à redresser la fusée، المرتكزة على إعادة تقويم الصاروخ de manière verticale، بطريقة عمودية avant de se poser، قبل أن يوضع. قبل أن يوضع. هدف التجربة أن يعود الصاروخ ويوضع على الأرض عموديا وليس أفقيا أو بوضعية أخرى. طبعا المطلوب هنا أن يوضع الصاروخ على الأرض بشكل عمودي وبشكل يتوافق مع سلامته، بأن لا ينزل على الأرض بشكل سريع، طبعا سيتحطم. إذن المطلوب هنا أن يأتي بشكل سريع ثم تخفض سرعته ثم يقلب الصاروخ بمعنى آخر ويوضع بشكل عمودي. إذن هذا هو المطلوب هنا. مي أبخي سيميني دو فول، ولكن بعد 6 دقائق من الطيران SNF ستكخازي أصول، يعني أن SNF أنه تحطم على الأرض. لورد دو لا مانوفر كونسيستون ا رودريسي لا فيزي دو مانيير فيرتيكال افون دو سو بوزي، أثناء العملية المرتكزة على إعادة تقويم الصاروخ أو وضعه في شكل مناسب دو مانيير بشكل فيرتيكال بشكل عمودي افون دو سو بوزي قبل أن يوضع. إذا نجح في هذا الأمر فقد نجحت التجربة. لان دي موتور نو سي با أليمي، واحد من المحركات لان دي موتور نو سي با أليمي، إذا واحد من المحركات لم يشتعل. لان دي موتور نو سي با أليمي، واحد من المحركات أنه لم يشتعل. فوزون أتيغيغ إس إن إف أترو غروند فيتاس، يعني عاملا على إنزال إس إن إف أترو غروند فيتاس بشكل سريع، يعني كما نقول بسرعة كبيرة. المحركات هنا ستلعب عند عودة الصاروخ إلى الأرض ستلعب دور الفرامل كما نقول. faisons atterrir SNF à trop grande vitesse، يعني أن عاملات على إنزال الصاروخ SNF à trop grande vitesse، يعني بسرعة كبيرة جدا، وأكيد سيستطيم بالأرض ثم سينفجر. طبعا التجربة هنا لم تنجح بشكل كامل، كما سنلاحظ بأن الشركة طبعا بكل أعضائها أن فرحة رغم ذلك بمجموعة معطيات تم النجاح فيها، إذن يعتبر هذا تقدما بالنسبة لهم. لكن النجاح النهائي وهو أن ينزل الصاروخ طبعا واقفا، إذن طبعا هذا النجاح لم يتم. لماذا؟ كما قلنا بأن أحد محركات الصاروخ عند عودة الصاروخ إلى الأرض لم تعمل، وبالتالي فهو لم يكبح سرعتها وبالتالي سيصطدم الصاروخ بالأرض. طبعا في التجربة السابقة التي تمت في آخر 2020 الخطأ كان في إعادة قلب الصاروخ قبل الاقتراب من الأرض، لم يتم قلب الصاروخ إلا عندما اقترب بشكل كبير إلى الأرض، وبالتالي كان قلب الصاروخ متأخر جدا. التجربة السابقة طبعا كل المحركات قد عملت، لكن الخطأ الوحيد الذي تم هو أن العملية كانت متأخرة جدا، وبالتالي في اللحظة التي سيدور فيها الصاروخ كان قد وصل إلى الأرض، وبالتالي لم تنجح التجربة بشكل كامل. SpaceX تو دو ميم ريجوي دي دوني كولكتي لور دان فول اكسيلون. إذن طبعا سبيس إكس هذه الشركة ستدمم أنها رغم ذلك رجوي أن سعيدة دي دوني كولكتي من المعلومات المجموعة لوغ دان فول إكسلون أثناء طيران جيد أو رائع. إي بريسيز كيل فودرا جست ترافايي أن بو سور لاتيريساج. إي بريسيز كيل فودرا جست ترافايي أن بو سور لاتيريساج، ثم أن تؤكد كيل فودرا بأنه يتوجب في المستقبل. طبعا نتكلم عن لوغير فالوار، لوغير فالوار أو فيتور سامبل. كيل فودرا بأنه سيتوجب، جست فقط ترافايي أن بو العمل شيئا ما سور لاتيريساج
على النزول على الأرض. الجزئية المتبقاة هنا والتي لم يتم النجاح فيها هو النزول على الأرض. طبعا فيما يخص عودة الصاروخ من الفضاء إلى المحطة، هذا في الحقيقة إنجاز كبير، أن الصاروخ يعود للمكان المحدد المراد له النزول فيه. إذن هذا طبعا يعني يعتبر نجاح كبير في الحقيقة. ثم بقي فقط التحكم في النزول على الأرض. إذن هذه هي الجزئية المتبقاة في هذه التجربة. هذا فيما يخص الفقرة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.